يعني أنا بتخيل أنه بفرنسا أو بأوروبا أو البلدان المتحضرة كل إنسان هو بحد ذاته فنان. وقت برجع على بلدي بلاقي أنه لسه بدنا أشواط طويلة أنه يتحول سائق المكروه لفنان، وقت يتحول بائع الخبز لفنان. هذا مشروع وطني، وأنا حريص أنه هذا المشروع في يوم ما يتحقق، لأنه عند هاللحظة هي ما بعرف أنت بتجي هاي اللحظة، لح تصير سوريا، لح تصير بلاد الشام بمستوى راقي من التحضر، ومنرجع للحظة ومنقول فيها أنه دمشق كانت حقيقة أول وآخر عاصمة بالشام بالمنطقة ككل أو بالعالم. شكرا. أنا رحت بعالم تاني، أنا عم بستمتع وأنت عم تحكي. أنا ما تخيلت أنه يعني سمعت قصص كثيرة من ضيوفنا، كانوا طبعا أساتذتي زملاء لإلي، كيف دخلوا للمعهد العالي للفنون المسرحية. القصة اللي أنت قلت لي إياها أشبه بالخيال بالنسبة لي، يعني حسيتها فيلم قصير. أقول لك شغلة، نحن نشتغل بدراما، وقت نقول تراجيديا هي بيسموها بالإغريقي أغنية الماعز. يعني الدراما أول ما بدأت بالمنطقة الشرقية بنقت بالغناء، يعني إن كان أبو خليل أو مارون النقاش، ونحن شعب ميال لشيء اسمه غناء وطرب. ولكن مؤسف أنه نحن ما كملنا الطريق يلي بدأ فيها أبو خليل أو مارون النقاش. في شيء بيفرقنا عن الشرق والغرب. أنت وقت بتقولي، أنا بتذكر أول مرة بإحدى المحاضرات بأوروبا كان عندي مدرس كنت أحترمه، وأتذكر كلمة أغيون. الأغيون هو الشرق، بس ولكن بالنسبة إلهم هو شرق، لأنه الشمس بتشرق من عنا، والذهب من عنا، لأنه تبدأ كلمة أغيون بكلمة آخ. الآخ هو الذهب، يعني بمعنى آخر هن بيشوفونا بمنظار ونحن بنشوفهم بمنظار آخر. وفي دائما معادلة، يعني لا يمكن أن يكون الشرق موجود بدون الغرب. طبعا. بمعنى آخر نحن بحاجة للآخر، بحاجة هن كمان بحاجة إلنا، ولا تكتمل المعادلة. بمعنى يعني وقت نجي نشتغل فن أو نشتغل بالسياسة، للأسف دائما أنا بتضايق عمليا وقت نقول الفنان العالمي، المخرج العالمي. أنا بالنسبة إلي وقت بيكون ناجح ببلده الواحد وإله شروش كفنان أو كعالم أو حتى سياسي، صحيح، ببلده، أنا برأيي كلمة عالمي هي عطاتي أنه نحن ننتمي للآخر. أنا مع أنه الآخر ينتمي لنا، لأنه أنت ما بتعرفي مقدار دمشق. يعني في عندنا مسرحية بدورنمان بتقول لشماد دماس الطريق إلى دمشق، مو مذكور دمشق بس، ولكن مع الوقت أنت بتكتشفي، وخاصة بتعرفي اللغات الأخرى، أنه طريق دمشق هو طريق الهدى.